للزميل عايش الشمري. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه التحديات والانطلاقات، انطلاقة الشوط العاشر الخاص بفتح الابكار الاجذاع المهجنات الاصايل، مسافة 6 كيلومترات هي المسافة الخاصة بهذا السن، سن الاجذاع، سن المتعة والابداع كما تشاهدون على شاشة قناة ابو ظبي الرياضية الاولى المتابعة لهذه الاحداث من هنا من عاصمة ميادين السباق من ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الاصيلة. نسير مباشرة الى المقدمة، الى الصدارة، الى الانطلاق الاول، الى التحديات الاولى مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نتابع المقدمة والصدارة مع متعبة سعيد بن علي بن راشد المري، من يقدم لنا متعبة على المركز الأول على أول التحديات والانطلاقات. بينما المركز الثاني القدوم من مزنة سالم بن عبيد بن علي بن يزرب العامري، من يقدم لنا مزنة القادمة على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث بحور علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري تتقدم الآن على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول والانطلاق والتحديات مع انطلاقة نجود سعيد بن سالم بن علي الغيلاني، من يقدم لنا نجود على المركز الرابع. المركز الخامس الوصول والتقدم في هذه اللحظات وأيضا القادمة مشاهدينا متابعي الكرام، نوف لسيد مروان بن فرج بن علي بن حمودة الظاهرية تواجد مع هذه الانطلاقة المميزة. الوصول أيضا من خداعة علي بن راشد بن متعافي المنصوري، من يقدم لنا خداعة في هذه اللحظات مع هذه الانطلاقات المميزة. أيضا الوصول والاندفاع في هذه اللحظة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نوادر لسيد مبروك بن مانع بن دواس بن مسفر العامر، من يصل هنا ويتقدم على مستوى المركز السادس. بينما سابع التحديات شعارك يا بن جعفر يا بن مرخان، من يتقدم هنا مع انطلاقة مطفية. عبد الله بن جعفر بن مرخان الاكتبي يصل مالك مطفية على المركز السابع. المركز الثامن القدوم من أضواء، مرحبا بأضواء ومرحبا بشعارها كبير جابر بن صالح بن محمد بن نصره العامري، من يقدم لنا أضواء على المركز التاسع في هذه اللحظات تتقدم. بينما المركز العاشر نختم بها النداء مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وصلت أسرار سالم بن علي بن سالم بن سيف الأخيل يصل على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء للعشرة المراكز الأولى التي تعلن عن حضورها وعن انطلاقاتها المميزة ووجودها في قمة التحديات والانطلاقات. انتصفنا مسافة 6 كيلومترات، 3 كيلومترات انقضت وتبقى مثلها 3 كيلومترات. المقدمة والصدارة أضواء مباشرة من المركز التاسع إلى مقدمة الشوط، تسللت من مركز إلى مركز، استلمت القيادة، استلمت الريادة. مرحبا بهذه البطلة ومرحبا بشعارها الكبير، شعارك يا بن نصرة، من يقدم لنا أضواء جابر بن صالح بن محمد بن نصرة العامري، من يقدم لنا أضواء التحديات، أضواء الصدارة، أضواء المقدمة تتواجد هنا وتسير بخطى واثقة على مقدمة الشوط. المركز الثاني ثاني التحديات والانطلاقات، متعبة سعيد بن علي بن راشد المري، من يقدم لنا متعبة المركز الثاني. المركز الثالث هذا شعارك يا بن يزرب، مزنة القادمة، مزنة الخير، مزنة العطاء، سالم بن عبيد بن علي بن يزرب العامري. المركز الرابع نجود لسيد سعيد بن سالم بن علي الغيلاني، من يقدم نجود على المركز الرابع. المركز الخامس بحور علي بن حمود
حموده بن علي بن حموده الظاهري، والمركز السادس نوايا محمد بن جاسم بن براك المزروعي القادم والمنطلق على المركز السادس وسابع. التحديات تتابع، القدوم والانطلاق والتحدي من شعارك يا العميمي، من يصل هنا على مستوى المركز السابع وثامن؟ التحديات والانطلاقات خداعة، علي بن راشد بن متعافي المنصوري وهنالك الجزيرة، فاضل بن عبد الله بن سعيد الجحافي، مرحبا بابناء السلطنة القادمين هنا على مستوى المركز الثامن. المركز التاسع الشعار الاقتصادي، شعار مياسه ومياس يتقدم الآن مع هذه التحديات. نوف مروان بن فرج بن علي بن حموده الظاهري، من يقدم لنا نوف؟ والمركز العاشر نختم به النداء، الوصول والانطلاق مع الذيبه، سالم بن محمد بن مسفر آل فطيح اليامي يصل على المركز العاشر. هكذا هي النتيجه مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نعود الى المقدمه، نعود الى الصداره، الى الانطلاق، الى التحديات. أضواء مع بن نصرة على المركز الأول، يتقدم شعار جابر بن صالح بن محمد بن نصرة العامري، من يقدم لنا أضواء؟ 1200 ما يفصلنا عن خط نهاية وعن الناموس وعن الفوز والانتصار. بن يزرب على المركز الثاني، بن حمودة على المركز الثالث، بن بلوش قادم على المركز الرابع أيضا من الجانب الأيمن، يتقدم شعارك يا بن عويضان، ولكن الصدارة والمقدمة. التحديات الأولى، بن يزرب بن يزرب بن يزرب يقدم لنا مزنة، وأيضا الرميثي، وصل الرميثي أول نداء لانطلاقة مشعلة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، وأيضا من الجانب الأيمن تتقدم الضبي حمد بن خويت بن بخيت العامري مالك الضبي، وايضا شعار بن حموده وبن بلوش، ولكن المقدمه بن يزرب والرميثي، الرميثي وبن يزرب، مزنه ومشعله، مشعله ومزنه، لمن الناموس؟ لمن الفوز والانتصار؟ بن يزرب عصاته في الابطال بدون اي اوامر، يقدم لنا مشعله سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، ايضا القدوم مع الضبي حمد بن خويتم بن بخيت العامر. يا سلام، التحديات الاخيره، ال 400 متر الاخيره والخطيره، مزنه مزنه مزنه، انطلقت بالمركز الاول الرميثي يحاول مع مشعله سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، ولكن بن يزرب يقدم لنا مزنه، الرميثي الرميثي وبن يزرب، بن يزرب الرميثي، اللحظات الاخيره يا سلام يا سلام، مزنة مزنة ومشعلة، مشعلة ومزنة، مزنة ومشعلة، الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة، ولكن مزنة، مزنة الخير والعطاء. سلام بن يزرب، سلام على هذا الفوز والانتصار، مشكور يا الهاشمي مشكور. مزنة سالم بن عبيد بن علي بن يزرب العامري، المركز الثاني مشعلة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، والمركز الثالث وسط الضبي حمد بن خويتم بن بخيت العامري، والمركز الرابع كان وصول مع حكمه هديب بن بخيت بن هديب الجربوعي المري، والمركز الخامس بحور علي بن حموده بن علي بن حموده الظاهري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. نتابع التوقيت الزمني، 9:20 ثلاثة أجزاء من الثانية، هو توقيت مزنة سالم بن عبيد بن علي بن يزرب العامري، وأيضا التهاني موصولة للمضمر خليفة بن علي الهاشمي، بيض الله وجهك على هذا الأداء المتميز. المركز الثاني وصلت مشعلة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، التوقيت الزمني لحظة الوصول 9:20:07 من الثانية، تهانينا والناموس صاحب المركز الثاني الرميثي، والمركز الثالث وصلت الضبي حمد بن خويتم بن بخيت العامري، قاطعة مسافة 6 كيلومترات 9:22 وجزءا واحدا من الثانية، تهانينا والناموس.